السلام عليكم. نبدأ بالسيستميك بروتوزوال انفكشنز. نبدأ بالملاريا كوز باي بلازموديوم فالسيبارام والبلازموديوم ملاريا والبلازموديوم نولسي. فهذا سبيشيز ثاني ده يقول انه سيميان باراسايت انه ما ادري طلعته انه يتعلق بالقرود هيك شيء، يعني يمكن يعتقد ينتقل عن طريق القرود. المهم ينتقل من هذين الثلاثه المود اوف ترانس، يعني السبب مات هذين الانواع الثلاثه. المود اوف ترانسميشن شلون ينتقل؟ عن طريق الفيميل انوفيلين موسكيتو. هاي الانوفيلين موسكيتو هاي مناطق الانديميك فيها. هنا عندنا اللايف سايكل، عندنا هنا هاي اللي فوق هاي بالباراسايت اللي جوا بالهيومن. الدكتور وقتها قال يعني اللي همنا احنا اللي بالهيومن، فعندنا شنو عندنا بالموسكيتو هي من تجي تلسع اللي شو يسمونه الانسان هي بداخلها بروتوزويد بالسيلبرجناز مالتها، راح تجي من خلال البايت راح تدخل للبلاد. بعدين راح disappear from blood go to exoerythrocytic cycle. exoerythrocytic cycle هي من اسمها exoerythrocytic، يعني outside the RBC وخارج ال RBC. عندنا بالليفر تروح للليفر، هناك تسوي life cycle. عندنا هنا هبنوزويد، وقتها الدكتور قال انه ذكروا هاي هبنو تشبه الهيباتيك يعني بالليفر. الهبنو هي شنو؟ sleeping انه يكون not active، انه بس يسوينا recurrent infection، يعني شلون يبقى موجود بالليفر، ممكن يسوي يتنشط انه بس هو inactive ممكن يتنشط ويسوينا recurrent infection. فعندنا شنو الهبنوزويد راح يصير تروفوزويد. بعدين الهبنوزويد راح يطلع عندنا الميروزويد. الميروزويد بعدين راح تروح للأريثروسايت، انه راح تروح للبلاد للار بي سي تسوي لنا اسيكشوال سايكل. الاسيكشوال سايكل انه تروفوزويد راح يسوي لنا شايزونت، بعدين شايزونت راح يطلع لنا الميروزويد. شوف هاي هنا بالار بي سي تكون رينج فورم مثل المحبس. عندنا الميروزويد بعدين راح تروح تسوي لنا سيكشوال ديفرنشيشن همين بالار بي سي، تسوي لنا تصير اماتشور جاميتوسايت. الاماتشور جاميتوسايت راح تصير ميل فيميل جاميتوسايت، احنا مو قلنا سيكشوال فيعني ميل وفيميل. عندنا بعدين راح تنتقل للريتيرن تو موسكيتو، راح ترجع للموسكيتو وحتى يعني تسوي لنا فد انفكشن ثاني من تروح الانسان ثاني. عندنا هنا الباثوجينيسيس نفسها قبل شويه شرحناها بالرسم، انه الموسكيتوز انفكتد infects when the feed when feed on human، انه ما راح يعني bite human with gametocyte، انه بيها gametocyte خلال 7 إلى 20 يوم، انه هذا gametocyte خلال 7 إلى 20 يوم راح تصير sporozoite داخل الانفلين salivary gland، انه داخل السليفري جلاند مال هاي الموسكيتو راح خلال 7 إلى 10 أيام هاي الجاميتوسايت راح تصير بروتوزويد. بعدين هاي البروتوزويد منها راح انه هاي الموسكيتو باي ذا هيومن راح انكلوجن انتو بلاد، راح تصير داخل البلاد بعدين تختفي من البلاد تروح للليفر. بالليفر راح تطلع لنا الميروزويد. الميروزويد راح يروح يصيب لنا الار بي سي، هناك يصير بيها اسيكشوال سايكل وتسوينا شايزونت. الشايزونت راح يصير بي رابتشر اوف شايزونت، راح يطلع لنا الميروزويت ويسوينا فيفر. هنا عندنا الفيفر انه شلون تكون مو كونت يعني تروح وتجي. فانه الدكتور قال انه الملاريا لين داخل الار بي سي، انه الار بي سي كل فتره يصير لها رابتشر، فانه من خلال هاي الرابتشر راح يصير سنسيتايزيشن، انه شلون مثل الانفلاماتوري بروسيس وسايتوكينز وما ادري شنو، راح انه الفيفر تكون كم اند جو، انه تروح وتجي مو دائما، انه بس خلال فتره الرابتشر، انه كل ما يصير رابتشر راح تسوي لنا مثل الانفلاماتوري ريأكشن. عندنا هنا أنا هاي مهمه الفايفكس والاوفالي، انه راح تبقى بالليفر كهيبنوزويد، راح بيها هيبنوزويد تبقى بالليفر، فممكن تسوينا
انه بعد سنين سوينا ري انفكشن. هذا السؤال do plasmodium nalsi and plasmodium malaria have exoarthrocytic face, انه هذين السبيشيز النالسي والملاريا بها exoarthrocytic face؟ جواب no but may cause residence fee or fever. انه ما بها exoarthrocytic face بس ممكن تسوي نهاية الفيفر اللي تروح وتجي. الباثولوجي عندنا ال RBC infected with malaria hemolysis, and راح يصير ال RBC اللي تنصاب بالملاريا راح يصير بها هيمولايسيس إذا كانت بال فالسيبارام. هنا يقول إنه انفكت every stage in any stage of parasite, إنه عندنا الفايفكس والأوفاليت تصير بالريتيكولوسايت, تصير بالريتيكولوسايت, والملاريا تصير بالنورموبلاست. عندنا هنا شيء يقول الأنيميا is worsened by this erythropoiesis splenomegaly depletion folate store, انه الانيميا راح تصير اسوأ بسبب الديس اريثروبويسيس, ما راح يقدر يكون ار بي سي جديدة, راح تزداد الانيميا, او سبلينوميغالي راح يتضخم الكبد, الديبليشن اوف فوليت ستور انه مخزون الفوليك اسيد بالجسم ماكو, ما راح يقدر تكون ار بي سي جديدة. هنا عندنا ان فالسيبارام ترافوزويد كونتينينج ار بي سي اتاشت تو ذا بوست كابيلاري فينيولز ان براين كدني ليفر لانج اند جات ذي فور باي ذا فورميشن اوف نو بروتينز. انه هنا هي الار بي سي بالنورمال فليكسيبل, الار بي سي بالنورمال فليكسيبل, انه تدخل خلال يعني تعبر من خلال الفيزلز, بس انه من تصير بها ملاريا انفكتد وذ ويل ترابت ان ذا فيزلز راح انه شلون تشلب بال هاي الفيزلز, ما راح تمر من خلالها. شلون تسوي اتاتشمنت, انه شلون تراب انسايد ذا فيزلز, هذا تسوي ان النوب بروتينز, فراح شي يصير عندنا روزيت اند رولوكس وذ ان ذا ان انفكت سيل, شي يسمونه بال راح يصير عندنا هذين روزيت والرولاكس بالاعتقد شو يسمونه هنا الان انفكتد الخلايا ما بيها شيء, بيها هاي الروزيت والرولاكس النورمال هاي البروتينز اعتقد شيء, بس انه الانفكتد يصير بيها النوب بروتينز اللي تخليها تبقى بالفيزلز. رابتشر اوف شايزونت, انه ما راح يصير رابتشر للشايزونت, راح يصير كونجستشن بالفيزلز وراح يصير اورجان دامج لي يعني هاي الشايزونت تكون توكسيك وانتيجينيك سبستانس راح تطلع لنا انتيجين وتكون توكسيك. سم ثيوريز انه اكفد بعض النظريات تقول انه هذول اللي بيهم السكال سيل انيميا والثلاسيميا او الجي 6 بي دي انه عندهم بروتكتيف اجينست هاي شان ما يصير بيهم, مو ما يصير بيهم بس انه شان بنسبه اقل تكون بروتكتيف ضد الملاريا انه الفالسيبارام, لانه شلون عندهم جينات تكون بروتكتيف ضد الملاريا انفكشن. عندنا الفالسيبارام نوت جرو ان ار بي سي, انه ما تنمو بالار بي سي اللي تحتوي على الاتش بي اف, انه عندنا انواع من الهيموغلوبين, انه ما تنمو سوري ما تنمو بداخل الار بي سي اللي بيها الهيموغلوبين اف وسي واس. الاس هاي مال شي يسمونه السكلسل انيميا, الاف مال الفيتس, والسي ما اعرف الشي يسمونه. فانه احنا بالنورمال عندنا مو اتش بي اي, فهي تنمو بهذا النورمال, بس الار بي سي اللي بيها هاي الانواع من الهيموغلوبين ما تنمو بداخلها. الفايفكس كانت انتر بيكوز ذا ليك اوف دافي بلاد جروب, انه دافي بلاد جروب هذا فشي باثولوجيكال بال انه هذول الامريكان والافريكان امريكان انه صار عندهم بروتكشن ضد الفايفكس, لان عندهم هذا الليك اوف دافي بلاد جروب, ما عندهم هاي دافي بلاد جروب. عندنا ريليشن شيب بتوين life cycle of parasite and clinical features of malaria. نحن عندنا كل species
من الملاريا، وحاطة الكلينيكال فيتشرز مالتها وانه شلون الانكوبيشن وما ادري شنو. عندنا هنا أنا الشي يسمونه الاشياء المهمة انه المور مالجنت والمور كولينج هو الفالسيفرام اللي اكثر خطورة من هاي السبيشيز هو الفالسيفرام. انا فعلي انه فد ملاحظة انه من نسافر المناطق عندهم ما ادري شنو لازم ناخذ بروفلاكسس. هنا الكلينيكال فيتشرز اوف باسيفرام فاسبرام انفكشنز راح نشوف عندنا بالنيورولوجيكال تكون كوما، هايبوغلايسيميا، سيجرز، كرانيال نيرف بالسز. انه راح يصير هاي، تشوفون هاي كرانيال نيرف انه الاوكلو موتور ما يشتغل فصار هيك. الاوبسي ثوتونس راح نعرفها بالسلايد الجاي، هاي شي يصير مثل سبازم بالمسلز. الديسكونجكتا جيزا ديو تو كرانيال نيرف بالسي، هاي نو قلنا بالكرانيال نيرف بالسي راح يصير هيك. الاوبتيك فاندي فانداي راح نشوف الملاريا تسوي نيوروباثي، هاي من نفحص بهذا مال العين. وايش نشوف with growth spots، هاي اسمها growth spots. الريسبيراتوري راح يصير عندنا بالمناري ايديما سيكندري بكتيريال انفكشن. الكارديوفاسكولار راح يكون عندنا شوك كارديك فيلر وديس ريذميا وذ كواينين، انه هذا فد علاج الملاريا راح يسوي لنا ديس ريذميا. الرينال راح يصير عندنا اكيوت كيدني انجري، هنا عندنا نوت انه الاكيوت كيدني انجري انه شلون تصير بسبب انه السمول فيزل راح يصير بيها اوبستراكشن، قلنا لانه راح هاي الار بي سي راح تبقى بداخل الفيزلز بسبب هذا النوع بروتينز، فراح تسوي لنا انه اوبستراكشن للسمول فيزلز والكيدني ما راح تاخذ الانف اماونت اوف بلاد فراح يصير بيها انفاركشن، راح تسوي لنا اكيوت كيدني انجري. عندنا سيفير هيموليسيس ريزلتنج ان هيموجلوبين يوريا، الهيموليسيس راح يسوي لنا هيموجلوبين يوريا نسميها البلاك ووتر فيفر. البلاك ووتر فيفر انه شلون اليورين يصير لونه اسود، شافوا اليورين يصير لونه اسود لانه الار بي سي من راح يصير يعني هيموليسيس راح تطلع المكونات مع الار بي سي لليورين في الهيموجلوبين واليوروبلينوجين وما ادري شنو، فانه راح يشوفون اليورين يصير بلاك على براون هيك شيء فيسموها بلاك ووتر فيفر. عندنا بالابدومن راح يصير عندنا جاندس تندر تو تندر ليفر ايج وذ هيباتايتس، انه تندر يكون بينفول وذ تاتش. عندنا بين ان ليفت ابر كوادرانت وذ سبلينا وميجالي، الم بالجزء بالربع الايسر اللي فوق، يعني هاي مكان الليفر، هو مكان الليفر والسبلين والسبلين وميجالي. عندنا هنا بالبلاد انه يصير باراسيتيميا، انه وجود الباراسايت بالبلاد يسمونه باراسيتيميا. انيميا راح يسوي لنا ثرومبوسايتوبينيا كوجلوباثي، هاي اللي عندنا الباراسيتيميا انه هاي الباراسايت اذا نشوفها بالبلاد. الفاسيبرام راح تسوي لنا رينج فورم ان ار بي سي، هاي رينج فورم مثل المحبس. الفايفكس همينا سوينا رينج فورم، وبعد سوينا رينج فورم وتروفوزويت وشايزونت. هاوس تكون اكو فيفر قلنا. عندنا الميديكال تيرم اكسبلينيشن، هاي قبل شوي قلناها انه ال عندنا الاوبسي توتانوس اللي هو شنو سبازم اوف ماسلز، احسن عندنا تشنج بالعضلات مع كوزينج باكورد، انه اذا تشوفون هذه الشيء صار مثل متقوس. Archening of the head, neck and spine. الالجد هاي الكارديك فيلر، يعني هاي هون هاي الكارديك فيلر يسمونه الالجد ملاريا، انه ماركت بوست بروستريشن كولد اند كلامي سكين، هو الجلد صار بارد وهيك شاحب اعتقد كلامي، ولو بلاد بريشر راح ينخفض عندنا الضغط. كلينيكال فيتشرز عندنا
نون سبيسيفيك بس انه اشوفها بالمص سسبكتد بالاندمك اريا. الفاسيفرام راح تكون موست دينجرس، هي اخطر شيء. الانسيديوس تكون بشكل تدريجي، ملايس تعب، عندنا هيديك، فوميتينج، نون بارتيكولار باترين او فيفر، ما عندنا في النمط محدد للفيفر، قلنا تروح وتجي. الهيمولايسيس وهيباتيك ديفيوجن جندس ديسفانكشن سوري هيباتيك ديسفانكشن وجندس راح يصير عندنا. الهيباتوميغالي سيبلينوميغالي تندر قلنا نو بينفول من ويا التاتش. انيميا ثرومبوسايتوبينيا هاي نفسها اللي قلناها بالشي يسمونه الرسم. عندنا الكلينيكال فيتشرز ناس سيريسلي بات رابيد ديتيريوريشن، انه فهد صار بيها تطور سريع بالفاسي برام. راح سوينا اذا بسر برال راح شو سوينا ديليريوم، انه كونفيوجن، انه شلون الادراك ما تحسون مثل بسر جماعة الديمنشيا، انه متيه وما يعرف وين وما ادري شنو هيك يعني كونفيوجن. السيجر كوما without localized sign، انه without localized sign انه من نفحص ما راح نشوف هذا اعراض، انه فد بالمصاص والمدر شنو، انه من نفحص السيجر وسول هاي، انه شلون ما تعرف السبب ليش. without localized sign you don't know why. children die without any symptom but fever، انه children يموتون بدون اي اعراض بس تصير عندهم fever. low immunity in pregnancy، انه خلال البريجنسي راح تكون المناعة ضعيفة. as the parasite bind to placental protein chondroitin sulfate A، راح يرتبط بالplacental protein، يعني البراسايت راح يرتبط بالplacental protein. parasitation of maternal side to the placenta راح يسوي لنا abortion، انه اذا عبر بالبلاسنتا راح يسوي لنا ابورشن. بريفيوس سبلينكتومي، انه اذا فد شخص مسوي سبلينكتومي انه متعرض لحادث وصاير وشايل السبلين، او يعني باي شيء صاير لو شايل السبلين راح يكون الانفكشن مور سيفير. عندنا الفايفكس والاوفالي، في الفيفر تكون continuous أول شيء several days، إنه تكون continuous بعدين before the development of alternative classic fevers، بعدين راح يصير إنه هاي الكلاسيك فيفر اللي تروح وتجي. فصار شنو feel cold، إنه راح يحس ببرودة. temperature تكون بعدين temperature تكون فوق 40، يصير hot face. بعدين last several hours profuse perspiration sweating، انه راح بعدين راح يصير عنده sweating gradual fall in temperature، وراح يصير نقصان تدريجي بالحرارة. hepatomegaly sibilinomegaly قلنا تندر. relapse ان هاي بالسنة الى السنتين الاولى ممكن يصير reinfection، انه ترجع الاصابة. بالشي يسمونه ليش يصير هنا سؤال ليش يصير relapse، لأنه قلنا الفايفكس والأوفالي بيها الهيبنوزويد بالليفر، فممكن يصير ريكرنت انفكشن ريانفكشن هيجي. الملاريا والنولسي تكون مايلد سيمتومز، فيفر افري ثيرد داي، انه شان فيفر كل 3 أيام. عندنا الريسيدنس او فيفر، انه ديو تو برسيستنس براسيتيم، قلنا انه مو موجوده بالبلاد هاي البراسايت وتسوي لنا رابتشر الار بي سي وما ادري شنو، فقلنا تصير هاي الفيفر اللي تروح وتجي. الملاريا تسوي لنا جلوميرولو نفرايتس ولونج تيرم نفروتيك سيندروم، فيعني شنو الماسكمان تايب اللي يسوي لنا نفروتيك سيندروم هو الملاريا. عندنا نالسي مايلد بات رابيد ديتيريوريشن كان هبن، انه ديتيريوريشن تقدم المرض هيك شيء، يعني ممكن يكون مايلد الى رابيد بالنالسي. الانفستيجيشن نستخدم الجمزه، هي ستين للبلاد فيلم، نصبغ بها البلاد فيلم، ممكن يكون البلاد فيلم ثيك او ثين. الفرق بين الثيك والثين شنو؟ الثين انه الارثروسايت ار لايست بلاد ستيج اوف باراسايت ريليز
that is why it's useful بنستخدمه باللو باراسيتيميا. الثيك نستخدمه باللو باراسيتيميا، الثين بال لما تكون الاعداد هواية، انه الثين انه نشوف الهول باراسايت، الثيك انه من تكون الكمية كلش قليلة نحتاج انه حتى نشوفها ناخذ ثيك. الفالسيبرام تكون سكانتي، انه لو ليفل تكون اعدادها قليلة، يعني اعدادها قليلة. الرينج فورمز ان ايرلي ستيج، ان انه هاي اللي قلنا الرينج ار بي سي تكون بالايرلي ستيج مال فالسيبرام. All stage can be seen in all other stage of erythrocytic cycle. ممكن نشوف بقية يعني بقية الستيجات. الجاميتوسايتس appear after 2 weeks، إنه الجاميتوسايت راح تظهر ورا أسبوعين. harmless إنه تكون غير ضارة unless mosquito is going to be infected. لحد ما انه شلون الجاميتوسايت راح تظهر ورا اسبوعين، بس تكون هارملس مو مضرة الا اذا صارت بالموسكيتو، راحت بالموسكيتو هناك تصير يعني انفكتيف. عندنا هاي بلاد فول الانفستيجيشن، عندنا التيستات، عندنا الاوبتيمال تيست يفحصون بيه ال LDH مع الفايفكس والأوفالي، الباراسايت اف تيست، الفالسيبرام استدين ريتش بروتين، انه يفحصون هذا البروتين. انه عندنا شيء يقول تو ابوف تيست ار يوزد وين ذا مايكروسكوبي كلاس، انه هاي بالمايكروسكوبي من شلون يكون الفحص مو كلش يفيد وما ادري شنو، يستخدمون هذين التيستات. انه less sensitive and may stay بوزيتيف افتر مانثس، انه تكون بس يكون سنسيتيف مالته اقل، ممكن يبقى بوزيتيف حتى ورا شهرين او اكثر. عندنا الكوانتيتيف بافي كوت، انه الملاريا هذا يستخدمون الفلورسنس مايكروسكوبي بيس دايجنوستيك تيست، انه هاي يستخدمون الصبغات وما ادري شنو بالمجهر. البي سي ار يشوفون الدي ان اي، بس هذا بعده يعني ريسيرش. هاي غلط مطبعي باراسايت، هاي شو يسمونه الاوبتيمال والباراسايت، هاي شلون اللي يطلع شريط ويطلع خط وما ادري شنو، فانا اعرف بوزيتيف لو نيجاتيف. عندنا الانفستيجيشنز ميتابوليك، انه شلون ياثر على الميتابول، انه شلون سوينا هايبوغلايسيميا، لو بلاد جلوكوز، رينال ابنورماليتيز، اليفيتد اندايركت بيلروبين اند ترانس امينيز، هذني يعني بالتحاليل بالميتابوليك سوينا هايبوغلايسيميا والرينال ابنورماليتيز واليفيتد اندايركت بيلروبين والترانس امينيز. نانا عدنا هاي شنو الجداول ذني، انه كل حالة وشلون نعالجها، مثلا الكوما هنا السربرال ملاريا نعالجها بال maintain airway nurse on side، انه نفحص انه بقى الايرويز حتى يتنفس، exclude other trouble cause of coma، انه نستبعد الاسباب الاخرى من الكوما، انه بسبب الهايبوغلايسيميا او البكتيريال مننجيتس، انه نتأكد يعني شلون نتأكد انه هي بسبب الملاريا هاي الكوما مو بغير سبب. avoid harmful unsightly steroid treatments such as glucocorticoids، انه نتجنب هاي الادويه الاضافيه اللي تكون بدون وصفه او هيك يعني لا يعني شلون، المهم ادويه اضافيه يعني الجلوكوكورتيكويدز، الهيبارين، الادرينالين اللي هو الابنفرين، الانتيوبيت اف نيسيسري، انه نسوي هاي اللي يدخلون التيوب حتى يتنفس. الهايبر بايركسيا، انه ارتفاع الحراره شلون نعالجها، التيب سبونجينج فد سفنجي يكون يعني دا يعني مو كلش بارد ولا هاي دافي، تيب انه وارم شويه دافي، فانينج انه تهويه، كولينج بلانكيت انه فد
بطانيات التبريد انه يخفضون درجة حرارته. الانتيبيوتيك دراجز نعطي فد ادوية خافضة حرارة للباراسيتول. الكونفولجن مينتين اير واي، هم يعني راح نسوي مينتين اير واي. الكونفولجن يعني السيجرز والهاي تريت بروبابلي وذ دايزيبام، نعالجهم بالدايزيبام والبارا الديهايد انجكشن. الهايبوغلايسيميا ميجر البلاد جلوكوز، نقيس البلاد جلوكوز ونعطي 50% ديكستروز انجكشن وبعدين وراها 10% ديكستروز انفيوجن. الجلوكوز ممكن يكون انفكتيف. الانيميا راح نعطي ترانسفيوجن فريش هول بلاد، نعطي هول بلاد او باكت سيل اف باثوجينس، انه نفحص الدونر او شيء المتبرع ما ادري شنو، اذا ما بي باثوجين ما ادري شنو نعطي هول بلاد او باكت سيل. الاكيوت بالمناري اديما نار ساعات 45 جيب اكسجين، راح نعطي اكسجين و نعطي 26 of 250 ml of blood. give diuretics، راح نعطي diuretics ونسوي stop لل intravenous fluid، نوقف المحاليل يعني نعطي ذاك نعطي intravenous fluid. intubate and added by no هذاني في techniques intubation، هاي نحط التيوب حتى يتنفس ما ادري شنو، life threatening هايبوكسيميا إذا يعني صار بي هايبوكسيميا لدرجة إنه ممكن تكون تأدي إلى الدث. الهيمو فلتر عندنا الأكيوت كيدني إنجري، إنه إكسكلود البري رينال كوزز، إنه نستبعد نفحص زين ونستبعد الأسباب اللي ممكن تكون مو من الرينال بس مسوية رينال إنجري. عندنا fluid restriction، انه نعطي fluid peritoneal dialysis، انه هاي ما تصفية الكلى تصفية الدم. عندنا spontaneous bleeding and coagulopathy، اذا صار عندنا bleeding او coagulopathy مشاكل بالدم، transfusion secreting fresh whole blood fresh frozen plasma والplatelets. يعني ننطي دم ما ادري شنو، فيتامين كي انجكشن لان هو يعتبر انتي كوجنت. الميتابوليك اسيدوسيس اللي هو الهيدروجين عالي، اكسكلود اور تريت هايبوغلايسيميا، انه نستبعد او نعالج الهايبوغلايسيميا والهايبوفوليميا والفد الاصابات البكتيريه. فلويد ريستراكشن، انه ننطي فلويد. جيف اوكسجين، ننطي اوكسجين. الشوك اللي هي الالجيا الجد ملاريا، راح ننطي ممكن يكون جرام نيجاتيف سيبسز، انه سبب البكتيريا يعني متأكد نسوي دياجنوسيس و تيك بلود كلتشر، انه حد عنود هذا البكتيريا. جيف بارنترال انتي مايكروبيال، ننطي انتي مايكروبيال. كوركت هيمو دايناميك ديستربنس، ونصحح المشاكل اللي صارت بالهيمو دايناميك. اسبيريشن نيمونيا، نعطي بارنترال انتي مايكروبيال دراج. تشينج بوزيشن، نغير البوزيشن مالته اذا كان نايم مدري شنو. الفيزيوثيرابي وجيف اوكسجين. الهايبر باراسيتيميا اكستشينج ترانسفيوجن، انه يبدلون الدم كله، يعني اكثر شيء بالانفانت يصير يعني يبدلون الدم كله الفيتس الانفانت. specific therapies، انه intravenous هاي فد علاجات اللي شو يسمونها هاي ادويه هذن، ما هذا الدواء الميلو ميفلوكوانين كواين avoided due to increased risk of post malarial neurological syndrome، انه نستبعد هذا الدواء لان يسوي لنا فد مشاكل بالسي ان اس ورا بسبب شو يسمونه انه بوس ملاريا الورا ما يطيب من الملاريا. عندنا المانجمنت اند بروفيلاكسيس، انه الحالات اذا شفنا حالات ملاريا لازم نبلغ عنها. الهوسبيتاليزيشن، انه اللي ندخلهم بالمستشفى هذول اليونج تشيلدرن الاميونو كومبرومايز اللي مناعتهم ضعيفه، والهايبر براسيتيميا اللي يصير عندهم بالدم
تكون 4 إلى 10% risk of progression of severe disease، صار بهم severe disease. ونتوقف لهنا ونشرح بالبارت الثاني.